مرحبا، أنا نارا جبور، بدرس صيدلة سنة تانية في الجامعة العربية الأمريكية. اخترت هذا التخصص لأنه أنا كنت حابة أدرس تخصص طبي بنفس الوقت يكون له رسالة إنسانية، فهو بيهتم بالأدوية والعقاقير وشو تأثيرها على حياة الإنسان. اخترت الجامعة العربية الأمريكية لأنه التخصص فيها كان جديد، فالكلية كانت مجهزة بكوادر طبية وتعليمية بكفاءة وخبرة عالية، ومختبراتها حديثة موفرة كل الأجهزة اللي بيحتاجها طالب الصيدلة. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.